وابتدينا التصوير تاني. ما بقتش قادرة ابص في وش حد. الكل بيحتقرني. الكل بيلعني. اتفضلي جاهزين. محبوب. مفيش صباح الخير. كاميليا، انت عارفة انا طول عمري واقف جنبك من يوم ما عرفتك. وكنت دايما بعارض احمد لما كان بيهاجمك. لكن بصراحة كده انت هتضيعينا كلنا. انا واحمد امبارح بالليل كنا قدام بيتك وشايفين عزيز وهو خارج من عندك. احمد كان هيقتله. لكن الحمد لله ربنا ستر. محبوبة. تسيبي احمد علشان كلب. سكوت سكوت، كل واحد مطرحه. الصوت جاهز؟ اتفضل يا استاذ احمد. وجات اللحظة اللي كنت خايفة منها. لقيت نفسي قدام أحمد. والثواني بقت طويلة زي السنين. محدش يمشي. قلت محدش يمشي. اقفل باب البلاتو. خش. لكن 56 19 تاني مرة. أنا تعودت أدفع ثمن متأجل. إيه شوية؟ لا كتير. أنا مش عايزة فلوس. أمال عايزة إيه بالظبط؟ عايزة تنزع. الكلام ده بتقوليه كل زبون. حرام عليك. أنت عارف أنا بحبك قد إيه. كفاية بقى كدب وإنت. أنا خدتك من الشارع. ورجعتك الشارع. مكانك هنا. عشان تتنقلي من عشيق لعشيق. دفعت ثمن كل ليلة قضيتها معاكي. يا حط أخضر مخلوق عرفتها في حياتي. انت منورنا. الحقيقة انا لما دعيتك ما كنتش متصور انك هتصرفنا هنا. رويل بقى انا. هو بس اللي اتصل بيا في المكتب قال ان الانسة كاميليا تعبانة شوية. الحقيقة انا كنت عايز افرجك على براعتها في التمثيل. خصوصا في ادوار بنات الشوارع. استاذ احمد. انا ممكن اقدمك للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب. ما تسيبك بقى بالكلام الفارغ ده وتكلم لي راجل لراجل من غير ما تتحامى في سلطات وظيفتك. وساعتها هتبان على حياتك يا عزيز بيه. يا جبان. انت بتتظاهر ببرود اعصابك لانك بعيد عن منطقه نفوذك. ما تكلمني زي اي راجل بتدافع عن كرامتك. ده لو عندك كرامه. استاذ احمد سامح. ما فيش شك انك ممثل ممتاز وتقدر تلعب ادوار البطولة بمنتهى البراعة. بس مش على عزيز. المشهد انتهى. كله روح.